انت لولا غالية عندي ما كنتش نزلت في وقت زي ده ولا سقت المسافة دي كلها. والله انا عارف، انا عارفه ان مهم قوي 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 كمان عندك، بس انا يعني عندي شويه مشاكل بسيطه كده وعايزاها تتحل. اتفضلي. شكر. ها أمريني. الدنيا ملخبطه قوي، يعني شايفه الدنيا مش متظبطه، عايزاها تتظبط. عندك حق. عادل وصل لايه؟ هتصدقيني؟ لا مش هصدقك، لان انا متاكده ان انت بتكلمه كل يوم عشان تعرف ايه اللي بيحصل في الشغل. بلاش يا سيدي الشغل، بتطمن عليه على الاقل. هو بيحاول يثبت انه لسه قادر. فعلا؟ طب والاخر ايه؟ صعب. طب انا عندي راي كده، وبتهيالي ان انت معايا في نفس الراي ده. حسن ومروان هما يبني وعيني ان هما مش طايقين بعض خالص، بس اللي انا شايفاه بقى واللي قلبي حاسس بيه ان هما ايد واحده. عارف هما لو ايد واحده بجد ده هيأثر قوي على شغلنا. وبعدين حسن عامل نفسه ان هو مش عارف اي حاجه ومش فاهم اي حاجه، بس انا متاكده ان هو عارف كل حاجه بجد. عارف لو مروان بره العيله ديت مشاكلنا هتبقى اسهل بكتير من وجوده. ايوه بس حسن يعني برضه مش سهل. حسن مسنود على مروان، لو ما كانش مسنود عليه ما كانش واقف قدامك وقال لك الكلمتين دول بمنتهى الثقة. ده غير كمان عادل انا سمعت ان هو جاي كمان اسبوع، ما ينفعش خالص يجي دلوقتي، لازم اخلص اللي في ايدي، والبعثة اللي هو مستنيها وصلت بالفعل. ومروان عارف؟ مروان ايه؟ بقولك كلموني انا، يعني خلاص مروان انتهى بالنسبة له. قبل ما نقعد ونتكلم ونقول اننا هنبقى زي الاول واحسن، هتبقى قد كلامك ولا لا؟ ايوه هو ده بقى اللي انت بتعمليه واللي انت بتقوليه ده يا هانم، هو اللي بيخليني ادور على اي حاجه تخليني مش محتاج لكم، اي حاجه تحسسني ان راسي براسكم، اي حاجه تحسسني ان انا راجل البيت ده. اتجوزت مفيده وكان عندي استعداد اتجوز اي واحده تانيه زي مروان. طب ما هو مروان اتجوز فريده وناديه وزينب وحسن. طب ما هو حسن اتجوز ريتال ولبنى ومفيده، مفيده ام ابنه اللي الكل منهم حواليه وحطه جوه عينيه، ما هو ابن الغالي ولا يا ست شمس؟ بسمع كلامك اللي يسم البدن اللي على طول لازم تفكريني بيه، ان انا لازم احمد ربنا ان انا اتجوزتك. انت ما بتعطفيش عليا، انا لما اتجوزتك لا بقيت كبير ولا بقيت الناس بتحترمي وتقدرني. انا لما اتجوزتك يا هانم نزلت سبع ارض. عارفه ليه؟ عشان الناس بقت تقولي ان انا جوز الست، عشان الناس بقت تقولي ان فتحي اتجوز شمس بنت عيلة عبد الحكيم عشان عزها ومكانتها. وهي فين العيلة دي؟ أنا لو أقول لك يا هانم على اللي أعرفه أنت تدفني نفسك مطرح ما أنت قاعدة. يا شمس يا بنت الأكابر يا بنت عيلة عبد الحكيم. إيه اللي تعرفه عني أدفن نفسي مطرح؟ اتكلم! أنطق! اسمع، قول للرجالة أنا عايزهم يقلبوا البلد عليها فوقها وتحتها، ما تسيبوش بيت ما تدورش فيه. سامعين؟ مع السلامة. مروان في أخبار جديدة؟ طب ما تقلقش إن شاء الله هتظهر. مالك بس؟ عمال أفكر أكون راحت فين بس دي. أوعي تفتكري يا زينب إن أنا موافق على اللي أنت عملتيه مع ريتال. أنا معاك يا مروان، وقاعدة بلوم نفسي والله. ريتال دي دماغها جازمة، هتزيد في عنادها. بس كان لازم حد يحكمها شوية،
أمي مش قادرة عليها، وحسن قلبه موجوع جدا، وهي مش واقفة في ظهره، يعني ينفع تسيبه كده؟ كنت عاوزة أقول لك حاجة برضو. قول يا زينة. اللي أنت عملته مع فتحي وشمس علق في نظري أكتر وأكتر. أنا ما عملتش غير الصح. ما أنت عشان شايف اللي أنت عملته ده عادي، أنا كده اطمنت قوي. عارف يا مروان، الواحد بيحس بالأمان وما بيخافش لما بيلاقي حضن ساعة الضيقة بيترن فيه. أبويا الله يرحمه. الله يرحمه يا حسين إليه. كان بيقول لي يا مروان، الواحد لما يبقى له عيلة ما بيمرضش ولا بيجوع ولا بيخاف من الزمن إن هو يهده ولا يظلم حد. اللي له عيلة يبقى مالك على الأرض. عنده حق. الله يرحمه يا حسين إليه وبشبش الطوبة اللي تحت راسه. لبنى، مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ في ايه يا بنتي؟ في ايه يا طنطاي؟ هي اللي عملت كل حاجه، انا ما رتبتش حاجه. رتبتي ايه؟ ايه اللي حصل؟ نزلت الواد. يا نهار اسود حبيبتي، اسم الله عليكي، سنديها معايا. اسم الله عليكي يا حبيبتي، سلامتك سلامتك. بالراحه بالراحه بالراحه. انزلي تحت يلا. بتصرفي من دماغك وكأني مش موجودة. طب كنت خدي رأيي، لو كنا قررنا المصيبة اللي انتي عملتيها دي كان لازم أكون معاكي. مكنتيش هتوافقي. مكنتش هوافق ليه يعني؟ عشان كنت عايزاكي تجيبي عيل من حسن ولا عشان خايفة عليكي؟ أنا مش عايزة أي حاجة تربطني بيه. نفسك وحياتك. أنا كويسة، أنا كويسة قوي، أحسن من أي وقت فات. اطمني يا لبنى، اطمني يا حبيبتي، كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن، واللي جينا علشانه هنعمله. وطار بابا هناخده يا حبيبتي. مش من سينا، مش من سينا يا ريم، مش من سينا، من عيلة عبد الحكيم كله.